بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذه حلقة ومن سلسلة الدروس التي عنونا لها ببعث البشائر في ذكر أو ترجمة أعلام الجزائر، ولا نزال في أول مترجم ذكرناه وهو الإمام العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى. وقد سرنا في هذه السلسلة على أن نذكر ما يتعلق بالترجمة العلمية العائلية والعلمية والعملية، ونختم بذكر مواقف وأقوال لهؤلاء الأعلام. وهذه جملة من أقوال هذا الأعلام رحمه الله، ابتدأناها بأول مقالة في ذكر المسجد. ما هو المسجد؟ وذكر أن المسجد والتعليم صنوان في الإسلام، وقد ارتبط المسجد بالتعليم كما ارتبط المسجد بالصلاة، وعلى ذلك مضى المسلمون في أمصار الإسلام يجمعون بين المسجد والتعليم كما جمع بين المسجد والصلاة. وذكر من أشهر مراكز العلم والتعليم آنذاك، ذكر الجامع الأزهر وجامع الزيتونة وجامع القرويين، وفي انتظار جامع الجزائر. لا يزال له مقالات أخرى كثيرة تناثرة، لكن جمعت شيئا منها فيما يتعلق بأقواله العلمية، ولعله تأتي أقوال أخرى سنذكرها. هذه الأقوال والمقالات التي جمعتها نحاول أن نأتي عليها في مجلسنا هذا ولو بشيء من الاختصار. ما هو المسجد؟ ذكرناه، لكن ما هي رسالة المسجد؟ يقول: إذا كانت المساجد معمورة بدروس العلم، فإن العامة التي ترتاب تلك المساجد تكون من العلم على حظ وافر، وتتكون منها طبقة مثقفة الفكر، صحيحة الاعتقاد، بصيرة بالدين، فتكمل هي في نفوسها ولا تهمل، بعد أن عرفت العلم وذاقت حلاوته هذه الطبقة، لا تهمل تعليم أبنائها. وهكذا ينتشر العلم في الأمة ويكثر طلابه من أبنائها. أما إذا خلت المساجد من الدروس كما هو حالنا اليوم في الغالب، هو يقول، وقد يعتذر للجمع في ذاك الزمان أن فرنسا كانت تمنع دروس العلم وتجعل لها العراقيل من كل ناحية بطرق قانونية لا شك، تفتعل أمور فتمنع الشيخ أو تلامذته أو غيره من العلماء عن التدريس بطرق قانونية، بطريقة قانونية فيمنعونه. ومع ذلك كان أهل العلم يتدبرون أحوالهم ويمهدون لأنفسهم طريقا قانونيا يحصلون من ورائه على رخصة التدريس فيدرسون، لا يكلون ولا يملون. ولكن في حالنا وفي زمننا لا يوجد هذا المنع، والمساجد كثيرة ومفتوحة في الصلوات، يعني ما عدا الفترة الأخيرة التي وقعت فيها هذه الجائحة وهذا الوباء. أما إذا خلت المساجد من الدروس كما هو حالنا اليوم في الغالب، فإن العامة تعمى عن العلم والدين، وتنقطع علاقتها به، وتبرد حرارة شوقها إليه،
فتخسر نفسها وأبناءها وتمسي والدين فيها غريب، وتمسي والدين فيها غريب. هكذا إذا خلت المساجد من دروس العلم. ولهذا الواجب على القائم على المسجد أن يحييه بدروس العلم وأن لا ينقطع عنه، لأن المسجد إذا عمر بالعلم والذكر كان له أثره في الأمة، وهو أثر عظيم جدا. فناسب هذه الرسالة أن ننتقل إلى كلمة له أخرى سماها حث الأمة على طلب العلم. قال رحمه الله: أيها الشعب المسلم الجزائري الكريم، تالله لن تكون مسلما إلا إذا حافظت على الإسلام، ولن تحافظ عليه إلا إذا فهمته فقهته، ولن تفقهه إلا إذا كان فيك من يفقهك فيه. ولهذا فرض الله على كل شعب إسلامي أن تنفر منه طائفة لتتفقه في الدين وترجع إلى قومه بالإنذار، فبذلك يرجى لهم الرجوع إلى الله، وما هو إلا الرجوع من الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الاعوجاج إلى الاستقامة، ومن الشقاوة إلى السعادة، ومن النقص إلى الكمال. أيها الشاب المسلم الجزائري، أما أبناؤك الشبان حملة القرآن فقد هبوا هبة رجل واحد لطلب العلم والتفقه في الدين، يحملون الإيمان في قلوبهم والقرآن العظيم في صدورهم والروح الجزائرية المسلمة في لحومهم ودمائهم، لا يقصدون إلا أن يتعلموا فيعلموا ويتفقهوا فيفقهوا، ولا يرجون من ذلك إلا رضا الله ونفع عباده. ثم ذكر قال: وقد جاء هذا العام، وهو سنة 36 بعد 900 إلى الجامع الأخضر بقسنطينة ما يناهز 300 من جميع جهاد القطر، وذهب نحوهم وأكثره من تلاميذ الجامع الأخضر إلى تونس للدراسة بجامعة الزيتون. يعني يذكر في تلك السنة كم عدد الطلبة الذين أتوا إلى المسجد الأخضر يدرسون عند الشيخ العلامة ابن باديس، وفي نفس السنة العدد الذي تخرج من الجامع وذهب إلى الزيتون ليدرس هناك فينال شهادة العالية، هناك شهادة التطويع وهي شهادة لها مكانتها. إذا رسالة المسجد إلقاء الدروس، ثم انتقل إلى حث الأمة على طلب العلم، وحثها كذلك على ماذا؟ على القراءة. فقال رحمه الله يحث على القراءة والكتابة، وأن القراءة والكتابة جند لا يقهر. قال إن لنا جندا عظيما نستطيع أن ندفع به بإذن الله كل خطر، ونتقي به أنفسنا من كل ضرر. وهذا الجند يتألف من 28 كوردار، كتبها بالعربية كوردار، يعني أكبر وحدة عسكرية تتمثل في مجموعة وحدات الجيش. ماذا يقصد به 24 حرف حروف الهجاء؟ قال: فحرف الألف كوردار، والباء كوردار، وهكذا إلى الياء. يعني يبين قوة وأثر القراءة. وتعلمون أن أول ما أنزل الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد جاءت الشريعة تحث على العلم، ومما يتناسب مع هذه الكلمة ما ذكره في ماذا؟ في أن العلم لا بد أن يكون مبنيا على الصلاح. فقال رحمه الله تعالى في كلمة المقصود منها أن صلاح التعليم أساس الإصلاح، قال: لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم، فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب،
إذا صح صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وصلاح المسلمين إنما بتفقههم الإسلام وعملهم به، وإنما يصل إليهم هذا على يد علمائهم. فإذا كان علماؤهم أهل جمود في العلم وابتداع في العمل فكذلك المسلمون يكونون. فإذا أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم، ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم. يركز على ماذا؟ إصلاح التعليم. فالتعليم هو الذي يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته، وما يستقبل من عمل وما يستقبل من عمله لنفسه وغيره. لأن صلح التعليم صلح طريقه في التعلم لاحقا، وصلح عمله أيضا لارتباط العمل بالعلم. فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم، ولن يصلح هذا التعليم إلا إذا أرجعنا أو إلا إذا رجعنا به للتعليم النبوي في شكله وموضوعه وفي مادته وصورته فيما كان يعلم صلى الله عليه وسلم، وفي صورة تعليمه. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه قال: إنما بعثت معلما. فماذا كان يعلم وكيف كان يعلم؟ هذا الذي يحتاج أن نركز عليه. فصلاح التعليم أساس الصلاح، صلاح التعليم أساس الصلاح. وهنا فيه دعوة إلى إصلاح التعليم، ثم ذكر ما ينبغي أن يركز على إصلاحه وهو إصلاح العقائد. فقال رحمه الله: إن الذي نوجه إليه الاهتمام الأعظم في تربية أنفسنا وتربية غيرنا هو تصحيح العقائد وتقويم الأخلاق. فالباطن أساس الظاهر، وفي الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا لا بد من تصليح التعليم، إصلاح التعليم، والتركيز خاصة على العقائد والأخلاق. طيب، وأصل العلم ما هو؟ أصل العلم هو القرآن الكريم، ولهذا حث على تعلم القرآن. فقال رحمه الله تعالى: قد تقاصرت همم المسلمين في هذه المدة الأخيرة عن تعليم القرآن وتعلمه، فقل الحافظون له. فعلى كل من نصب نفسه لإرشاد المسلمين في دينهم أن يحثهم على العناية بحفظ كتاب ربهم، وعلى الكتاب أن يطرقوا هذا الموضوع الكثير النواحي. كتاب الذين الأماكن التي خصت لتعليم القراءة والكتاب والقرآن، هذا يأتيه من ناحية فضيلة القرآن. يعني كيف نحث الناس على حفظ القرآن؟ هذا يأتيه من ناحية فضيلة القرآن، يذكر فضل القرآن. وذاك من ناحية اختيار المعلمين، لابد من اختيار المعلم الناجح وما هي الصفات المطلوبة فيه. والآخر من ناحية أسلوب التعليم حتى يكون أقوى في التأثير وإعطاء الثمار، وما هو الأقرب إلى التحصيل من أي الأساليب. ورابع من ناحية تحسين حال المعلمين وتوفير أجرهم. وكل هذه النواحي يلزم أن تتعدد فيها الكتابة حتى تحدث تأثيرا في المجتمع وتكون رأيا عاما في الموضوع. يعني ما هي الطريقة التي يقوى بها الحث والترغيب على حفظ القرآن؟ من هذه النواحي: ناحية ذكر فضل القرآن وفضل حفظ للناس، ناحية أن نختار المعلم الناجح الذي له قوة علمية وعملية على التأثير وتحفيظ الناس ومراعاة صفات النجاح. كذلك أسلوب التعليم لابد أن يكون أسلوبا ناجحا ليس أسلوبا منفرا، فاختيار أساليب التعليم. كذلك تحسين حال المعلم فيكون فيه سعة حتى يمكن يتفرغ ذهنيا وجسديا وقوة إلى تعليم الناس. وهذه النواحي لا بد عليكم أيها الناس، يقول، أن تكتبوا فيها حتى يقوى الحث على
تعلم القرآن الكريم. ومما ذكره رحمه الله أن للقرآن الكريم فوائد كثيرة وتوجيهات عظيمة، ما ذكره في قصة النملة التي نصحت قومها حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة يا أيها حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. له كلام في هذا ماتع جدا. قال عظة بالغة، هذه نملة وفت لقومها وأدت نحوهم واجبها، فكيف بالإنسان العاقل فيما يجب عليه نحو قومه؟ ها، لابد من الحرص على حفظ القرآن، وإذا حفظه وعلم ما فيه من هذه المواعظ نملة لم تفرط في نصيحة قومها، فكيف بك أنت يا حامل القرآن؟ قال هذه عظة، أي موعظة بالغة، لمن لا يهتم بأمور قومه ولا يؤدي الواجب نحوهم، ولمن يرى الخطر داهما لقومه ويهرب في البحر، ولمن يرى الخطر داهما لقومه فيسكت ويتعامى، ولمن يقود الخطر إليهم ويصبه بيده عليه. هذه موعظة حقيقة عظيمة جدا. وإذ هو يحث على حفظ القرآن الاستفادة منه، هل هذا مقصور على الرجال دون النساء؟ قد اهتم رحمه الله بتعليم المرأة، فله مقال في الدعوة إلى تعليم المرأة، قال علينا أن ننشر العلم بالقلم في أبنائنا من رجالنا ونسائنا على أساس ديننا وقوميتنا إلى أقصى ما يمكننا أن نصل إليه من العلم الذي هو تراث البشرية جمعاء وثمار جهودها في أحقاب التاريخ المتطاولة، وبذلك نستحق أن نتبوأ منزلتنا اللائقة بنا والتي كانت لنا بين الأمم. قال أيضا فإذا أردنا أن نكون رجالا فعلينا أن نكون أمهات دينيات، ولا سبيل لذلك إلا بتعليم البنات تعليما دينيا وتربيتهن تربية إسلامية، وإذا تركناهن على ما هن عليه من الجهل بالدين فمحال أن نرجو منهن أن يكون لنا عظماء الرجال. ثم برؤية ذات بعد نظر ينبه إلى الخطر المحدق بنا إن لم نبادر إليه فيقول وقد تفطنت لهذا بعض الأمم المالكة لزمام غيرها، فأخذت تعلم بناتهم تعليما يوافق غايتها، فمن الواجب علينا ولنا كل الحق في المحافظة على ديننا ومقوماتنا أن نعنى بتعليم بناتنا تعليما يحفظ علينا مستقبلنا ويكون لنا الرجال العظمى. علم البنات والنساء تعليما على وفق شريعتنا، على وفق شريعتنا، والنساء العظيمات، وإلا فالمستقبل ليس كالماضي فقط بل هو شر منه لا قدر الله. ثم ضرب أمثلة وقال ثم يعطي المثل ويبدأ بنفسه، فيعني استقبل أفواج من البنات في مدرسة التعليم والتربية، مدرسة التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة سنة 300 ألف، وكان على رأسها رحمه الله تعالى. قال فأما البنون فلا يدفع منهم واجب التعليم إلا القادرون، وأما البنات فيتعلمن كلهن مجانا. يعني هل يدفع الرجال الأولاد؟ القادر يدفع، ولموش قادر ما يدفع. طيب والبنات كلهن يدرسن بلا مقابل بالمجان، لتتكون منهن بإذن الله المرأة المسلمة المتعلمة. ثم يقول رحمه الله ومن دواعي الإعجاب بهذه الجمعية أنها صرفت عنايتها لتعليم الفتاة الجزائرية تعليما دينيا صحيحا يتفق وما تصبو إليه من اقتران ذلك التعليم بالحشمة والفضيلة والعفة والصيانة، ومما يدل على أن باكورة أعمال هذه الجمعية الحازمة مما يجعلنا نعتقد تسرب روحها الفياضة إلى البلدان الأخرى. ومثل هذا الإقبال يدل على أن الجزائر
متأهبة إلى لفظ تلك الأسمان تسمى الغبار من العرف الذي يوجب على الفتاة حرمانها من المعرفة والثقافة العلمية الدينية الصحيحة ومن كل ما يؤهلها لأن تكون فتاة جديرة بالحياة. فهذه دعوة إلى ماذا؟ إلى وقت الأذن يعني إلى تعميل التعليم رحمه الله تعالى. نتم إن شاء الله بعد الأذان. يواصل رحمه الله بعد ذلك في كونه يحث على التعليم وإصلاح التعليم وبالأخص الرجوع إلى ما كان عليه التعليم الأول مضمونا وكيفية وكما ونحو ذلك. ولكن لا يهمل التعليم المعاصر وما وصل إليه الناس في دنياهم من علوم حديثة. يقول رحمه الله: وإذا كنا نصرف أكثر جهدنا للتعليم العربي فذلك لأن العربية هي لغة الدين الذي هو أساس حياتنا ومنبع سعادتنا، ولأنها هي التي نحسن تعليمها، ولأنها وهي من الوجاهة والعدالة المكان هي اللغة المهملة بين أبنائها المحرومة من ميزانية بلدها. كانت فرنسا تضيق عليه في تعلم العربية، المطاردة في عقر دارها، المغلقة مدارسها، المحاربون القائمون على نشرها من أبنائها، اللهم إلا قليلا نادرا على خوف يحتج به عند مقتضى الحال. شيء قليل، فإذا طالبوا بالتعليم قال: موجود عندكم طائفة تعلمهم، قلة. وإلا المدارس الرسمية الثلاثة التي لا تقبل إلا عددا محدودا لتخريج من يملأ الوظائف الرسمية ويناسب روحها، يعني كانوا يمنعون. قال: ولو أننا حرمنا من حرية تعلم اللغة الفرنسية التي هي سبيلنا إلى آداب الغرب وعلومه وفنونه وفهمه من جميع جهاته كما حرمنا من حرية تعلم لغتنا لوقفنا إزاء ذلك الحرمان لو كان كوقوفنا إزاء هذا الحرمان. يعني لا يمنع من تعلم هذه اللغة على أساس الوصول إلى العلوم الحديثة إن كان، ولا بد
من الوصول إليها بهذه اللغة، أما إن تيسر بالعربية فهي أولى وأحرى. ولهذا يشير إلى أن اضطرارنا إلى أخذ هذه العلوم بهذه اللغة لا يخرجنا عن تعاليم ديننا. قال رحمه الله: يوجه الشباب، إن طلاب العلم عندنا ثلاثة أقسام: قسم طلبوا العلم من الغير فنالوه إلا أن الغير طبعهم بطباعه، اختم عليهم، فهو عوض أن يأتونا به مطبوعا بطابعنا الفطري الذي هو حبل الاتصال بين أفراد أمتنا وبين جامعتهم القومية، أصبحوا متأثرين بطابع الغير. هذا قسم. وقسم نالوا العلم من الغير ولم يحسنوا التصرف فيه لنفع مجتمعهم ووسطهم، اهتم بنفسه. وقسم نالوا العلم من الغير وأحسنوا التصرف فيه ونفعوا به بلادهم وقومهم، فهذا الفريق هو الذي نحتاجه اليوم، وعلى يديه يكون رقي البلاد وخيرها. فأرجوكم أيها الشباب الحازمون أن تأخذوا العلم بأي لسان كان وعن أي شخص وجدتموه، وأن تطبعوه بطابعنا لننتفع به الانتفاع المطلوب، كما أخذه الأوروبيون من أجدادنا وطبعوه بطابعهم النصراني وانتفعوا به، وهم إذا أنكر بعضهم اليوم فضلنا عليهم فذلك شأنهم، أما نحن فلا ننكر فضل من أسدى إلينا الخير الصالح ونعترف له بالجميل الذي لا يراد به سوى الجميل، ولا علينا فيمن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولا يكن في صدرنا من حالهم حرج، فصدورنا بالإيمان بالله والثقة به أوسع، وعقولنا أرجح، وديننا أرحم وأكمل. رحمه الله تعالى ورضي عنه. ثم له نداء إلى بعض الطلبة الذين تعلموا وأتقنوا الفرنسية وكانوا يعلمون الناس، قال: أنتم يا رجال التربية والتعليم أعلم الناس بفضل التربية والتعليم على الأمم وقيام بنائها عليها، وأحرص الناس على تعميمها وتثبيت أصولها وحياطتها بالحرية الواسعة وصونهما التعليم والتربية من عبث العابثين. وإذا كان لبعضكم بحكم الطبع أو بحكم الوظيفة منازع لا دينية في التربية والتعليم أو منازع سياسية في لغة التعليم، فلا تنسوا أن في الأمم جانبا وجدانيا لا يمكن انتزاعه ولا التسلط عليه، ولا بد من اعتباره عاملا سياسيا في تربيتها الخاصة ومقوما أولا لوسائل تلك التربية، وهذا الجانب هو الدين واللغة التي تعبر عن حقائق ذلك الدين. وأنتم تعلمون كذلك أن الأمة الجزائرية أمة إسلامية الدين عربية اللسان، يستحيل أن تتخلى عن ذلك الدين ويستحيل أن تفهم حقائق ذلك الدين إلا باللسان العربي، وأن الإسلام والعربية هما أول ما تعهدت فرنسا بحفظه وعدم مساسه، فهو من مقومات هذه الأمة ومقدساتها من أول عهد احتلالها لهذا القطر، فما لها منذ سنوات بدأت تتمكر للإسلام ولغته وتضيق في تعليمها الخناق، تارة بالتشريعات الاستثنائية وتارة بالمعاملات الإدارية، حتى وضعت حولها شبكة من القرارات ووكلتها إلى تطبيق إداري جائر لا غاية له إلا محو التعليم الإسلامي العربي من قطر خلقه الله عربيا إسلاميا. فالذين تعلموا هذه اللغة لا تطبعهم بطباعها، بل يبقوا مرتبطين بالأصل الإسلام ولغة العرب، وأيضا في تعليمهم لا بد من تركيز هذه الأصول. ثم يقول رحمه الله تعالى في كلمة يبين تاريخ هذه الأمة
الجزائرية، فيقول رحمه الله: إن تاريخنا مكتوب بحروف من نور وحروف من نار، فلا النور يمحى ولا النار تنطفئ، رحمه الله تعالى. وآخر كلمة ذكرها، وهي كلمة قوية في يعني بيان يعني ما لهذه الأمة من تمسك بدينها ولغتها وسعيها إلى طريق الرقي والتقدم. فذكر كلاما ماتعا ختمه بأبيات شعرية يعني موجزة، وذكرها ارتجالا من غير أن يكون قد كتب من قبل، وإنما ارتجلها رحمه الله. قال: اشهد يا سما واكتب لي وجود، إننا للحما سنكون الجنود، فنزيح البلا ونفك القيود، وننيل الرضا من وفى بالعهود، ونذيق الردى كل عات كنود، فيرى جيلنا ذكريات الجدود، ويرى قومنا خافقات البنود، ويرى نجمنا للعلا في الصعود، فتضم اسمنا صفحات الخلود، هكذا 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 سنعود، فاشهد يا سما واكتبا يا وجود، أننا للعلا أننا للخلود. هذا يعني بعض كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمقالات علمية فيها رسم لأصول التعليم والتربية وأسس للإصلاح. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لنا هذه الكلمات والمقالات النيرة نورا ومسلكا ودربا نسير عليه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.